شوفي لازم يه 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 يا لطيف يا لطيف حد هيك انت عم شو ليش منه معجبهم حسان دياب؟ يعني شو انا كثير بشبهني يعني كثير بشبهه بحالي نفس الشيء، يعني في كثير اشياء انا وياه مشتركه ببعض. انت بتشبهه للرئيس حسان دياب؟ انا اول ما طلعت كان في عندي استقبال للجمهور مثل ما استقبلوه بقصر بعبده. خلينا نشوف كيف استقبلوه بقصر بعبده، يعني واحد مثل هذا رئيس بيستقبلوه إذا سمحتوا يا شباب. الله يبارك بعمرك. وصلت مع الرئيس سعد الحريري. شوف الكاميرات، شوف العالم كيف هجمة، شوف كيف الفلاشات هول بيضوا بالوجه. صح. شوف أنا. فرجونا أنت. كمان نفس الشيء، كاميرات وفلاشات وعالم وكل شيء، بس الفرق انه انا نزلت عبطن هو بعد ما نزل، بس لما بس يصير رئيس اكيد رح بينزل. الشيء الثاني نحن اتفقنا على هذا الموضوع فيكم. الموضوع الثاني انه كل رئيس بيكون عنده موكب. لا عنده موكب ايه هو يعني بعد ما صار، بس صار عنده موكب. صار فيه؟ ايه فينا نشوف الموكب. هنا يعني بداية خليني أشير إلى أنه الرئيس المكلف حسان دياب وصل للتو. والله أنت شفت كيف نط من السيارة المرافق؟ إيه. بس أنا ما كان معي مرافق، كان هو تحت. فينا نشوف الموكب تبعي كمان. فرجونا موكب عباس. Ha ha ha!